جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: وجهوني إذا وجدت شيئا ساقطا على الأرض من ممتلكات غيري ولا أعرف صاحبه، كيف أتصرف والحال ما ذكر، ولا سيما إذا كنت لا أستطيع التعريف به، وهل أكون آثما إذا تركته في مكانه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا المال الذي وجدته مال له قيمة وله اعتبار، فإنه يعتبر من اللقطة، تجري عليه أحكام اللقطة. فإذا كانت تعرف من نفسها الثقة في حفظه، وتقوم بواجب التعريف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تأخذه وتقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعريف والمنادات عليه لمدة سنة، وتوكل، إمكانها أن توكل من ينادي عليه ومن يعرف عليه في تجمعات الناس، أو أن تعلن عنه بالصحف في الوقت الحاضر حتى يعلم عنه صاحبه فيأتي إن كان صاحبه موجودا أو يبحث عنه. أما إذا كانت لا تثق من نفسها ولا تقوم بواجب التعريف، فإنها تترك هذا المال ولا تحمل نفسها مسؤوليته. نعم.